وينك حبيبي؟ وينك حبيبي ياني مشتاق وحيل والهان؟ مر علي بديرتي واسرح بدرة الأوطان، بابها لأحبابها، بابها لأحبابها، بترابها نبض شريان، وهج الشمس ونهج الأمس بكويتنا للآن، ديرة مفروشة بالسدو ومرشوشة بالريحان، والنوير ورد الدار والأزهار في الفرجان، السدرة والصفصاف كما الأعراف في الوجدان. برميمة النور، برميمة النور، وعش لكل زرزور بالأركان، نشوف الفرح في الحوش مرسوم على الحيطان، اللولو يجر مرجان ويشع على البيبان، ماي الورد ودهن العود وزهر الزعفران، أطيابنا بعيادنا وينك؟ أفرح يا إنسان، صح لسان من قالها. ضيفنا اللي قال هالكلمة هذه فنان تشكيلي وشاعر، هذا شاعر، هذه الحين أول مرة عرفناها، ورسام كاريكاتير، كل هذا ضيفنا منورنا بلالي الكويت. عبد السلام مقبول، يا هلا مرحبا فيك بلالي الكويت. حياك الله أبو أحمد. وفاجأتنا أنك أنت شاعر، ليش تأخرت؟ لا أنا ما تأخرت، أنا الشعر بالذات يعني ما كنت أنشر يعني وايد، إلا حق يعني محد يدري عني أني أنا أكتب شعر، أكتب شعر. وش اسمه، إلا في الوقت الفترة الأخيرة أجتني أختي الشاعرة سعدية مفرح، أصرت أني لازم أطلع ديوان، وش اسمه، وكتبت لي مقدمة الديوان جزاها الله خير، وإن شاء الله قريب راح يطلع. زين عمي، أنت قاعد نشوف الشعر تولي قبل شوي، أنا قلت يعني هذا الشعر على الكويت شعر حلو، بالعكس حلو أن الإنسان يكتب شغلات مثل هذه وينشرها في مواقع أو ينشرها في الجريدة. أنت يعني مكتم على موضوع الشعر يمكن عشان تمتلك أكثر من موهبة، عدل الكلام ولا غلطان؟ يعني أنا دائما يعني من بداياتي أتخوف أن أدخل في مجالات، أنا يعني مهندس ديكور واخذ جوائز على مستوى يعني كرمني بعد امير الجلوب الشيخ جابر الله يرحمه، اعطاني جائزه على احسن ديكور ما شاء الله تبارك الله، وصحفي يكتب رسام كاريكاتير، رائد للفن الكاريكاتير على مستوى الخليج. اي نعم، وانا وزميل عبد الرضا كمان نعتبر يعني بدايات الكاريكاتير في الكويت. وبعدين دخلت في الكتابة الصحفية، وبعدين سافرت أمريكا وأخذت ماجستير ورجعت، ولازلت يعني أنا بالصحافة أشتغل، وأيضا رسام تشكيلي، وأنا رسام واقعي يعني برسوماتي. زين عمي، خلينا نعرف شو الفرق، يعني نوضح للسادة المشاهدين يعني شو الفرق بين الفنون التشكيلية والفنون الكاركتيرية، يعني أو يسمون دائما اللي يقولك الفن الكاركتير هو فن هزلي، فن مضحك، يحمل قضية معينة. أيوة يحمل قضية معينة، يستخدمون أشياء ما في السياسة والشغلات دائما يعني بشكل ساخر. هو الكاريكاتير يندرج ضمن الفنون التشكيلية ونفس الوقت ضمن الصحافة، يعني هو ماخذ جانبين الصحفي والفني. والكاريكاتير دائما في بعض الناس خاصه بداياتي يعني كنا وين ما اروح يقولون لي عبد السلام قول اخر نكته، يحسبون ان الكاريكاتير نكته. ان بعض الكاريكاتيرات يعني تبكي، ما تضحك، تبكي اي من كثر ما هي يعني مؤثره. فالكاريكاتير فكره مو رسم، كل واحد يقدر يرسم، لكن ايجاد الفكره هي صعبه بالنسبه لرسام الكاريكاتير عشان توصل رسالة ورسمها بشكل ساخر، يعني خاصه اذا كان الكاريكاتير بدون تعليق. إيه. هو شنو الكاركتير يعني؟ نسبة لشنو مسمين كاركتير يعني؟ الكاركتير هو يعني من كاركتر، هو عبارة عن أعتقد نسبة لفنان إيطالي اسمه كاركتير أو شيء كذي؟ لا لا لا، هي كلمة فرنسية وتحورت لك، هم يسمونها كاريكاتور. فبعدين الإنجليزية ترجموها إلى كاريكاتير، وحنا طبعاً عرب أخذنا التسمية هذه. قد رسام الكاريكاتير ممكن يكون مطلع كثير على القضايا الموجودة على الساحة، حتى أنه هو يقدر يقدم شيء مميز، يعني أنه يرسم بطريقة يوصل الفكرة أو القضية بشكل ساخر. وطبعاً رسام الكاريكاتير لازم يعني يتميز، أول شيء تكون عنده ثقافة عالية، وبعدين يكون مقتدر بالرسم، ولازم يقرأ دائماً ويطلع ويمارس يومياً.
فما شاء الله الحين عندنا شباب يعني بالساحة الخليجية يعني خصوصا أبدعوا بالكاريكاتيرات وما يشتغلون بالصحافة مثلنا يعني بالوسائل التواصل الاجتماعي يعني ينشرون رسوماتهم ويشتروا أكثر منا يعني الحمد لله وعندهم إبداع وعندهم بطالة وجيل هالوقت هذا يعني عندهم القدرة على التعبير لأن يطلعون وايد سافرون وايد يشوفون وايد يدرسون خاصة في الوسائل الحديثة يعني يرسمون كاريكاتير بالكمبيوتر وهذا فكاريكاتير يعني يعني عمي أنت بالنهاية تؤمن بأن الشخص عادي يكون متعدد المواهب يعني أنا أدري أن أنت من عائلة فنية أبنائكم طبعا فنانين وأيضا يعني عندهم إبداعات كثيرة وطبعا زوجتك الله يحفظها ويطول بعمرهم محمد هي طبعا كانت الداعم الأول والرئيسي لك أول شيء أبيك يعني تختصر لي موضوع أم محمد هالمرأة اللي دعمتك طول عمرها في كلمتين تقدر أم محمد يعني فنانة إيه؟ لأن هي ابنة تلفزيون الكويت يعني هي مهندسة في تلفزيون الكويت من بداية من تخرجها من المعهد العالي في العلوم المسرحية قسم الديكور وبعدين رحت أنا ويا أمريكا كملنا الماجستير ورجعنا وأبدعت يعني صراحة في شغلها يعني هي يعني سوت قبل الغزو متحف الكويت اللي هو صادر الزجاجية عند تلفزيون الكويت ما شاء الله وكان متحف وايد حق الزوار يجون يشوفون تاريخ تطور تلفزيون الكويت وبعد التحرير سوت كلفت ان تتخصص في البرامج الحوارية الله فبكل ديكورات البرامج الحوارية هي كانت تسويها اخر عمل سوته هي وبريت عاشق الدار لشاهد الخليج تكريما للشاعر الكويت المرحوم عبد الله العتيبي طبعا انت فنان وزوجتك فنانه عيالك عرفنا هي عبد السلام إيه هي طبعا مخرجه وفنانه وعندك بنتك لولو بعد مخرجه مخرجه سينمائية عملية إيه؟ ولدك عندي ثلاث عيال ولدك ولا واحد فيهم لا شغل بالكاريكاتير والرسم بالفن عموما يعني اتجاه ثاني كل واحد له اتجاه ولا عمي احنا طبعا جاهز عندنا اتصال المخرجة والفنانة يعني هي عبد السلام نورتنا هي يعطيك العافية يا هلا حياك الله وشي قواتك الله على العمل المميز كلام اصفر الله يقويك كنا انا مو وياكم يعني ها هي مساء الخير متعبك عبد الله وياك سلم على الشيمون يا هلا يا هلا شنو شكاويك على عبد الله سؤال السؤال لا هيا أول شيء يعطيك العافية طبعا منورنا اليوم في الاستديو ليال الكويت يعني الفنان التشكيلي والرسام وأيضا الشاعر عبد السلام مقبول يعني والدك الله يحفظه لا يعني نبي تختصرين دعمه في كلمتين كذي والدك شنو يعني لك وشنو ما يختصرت حكي هذا قولي قولي كل اللي عندك صار ولا لا حكي قولي يعني هذا أبوه يعني ما شو أقول لك بس يعني وقفته معاي وأنا أشوفه أنه هو دائما سند لي من بداية مشواري لغاية اليوم هذا يعني ما شو أقول لك يعني أستحي منه وأخجل منه ومهما يعني أقول ما في شيء كيف في الحكي ماكو أحد يقدر يوصف الحكي أنا هي سألته قبل شوي على الهواء قلت لعيالك ما شاء الله يعني طلعوا فنانين ما طلعوا رسامين مثلك ليش قال أنا خليتهم على راحتهم يعني حاول أعلمكم الرسم وأنتم ما تعلمتوا منه لا لا أنا أرسم ما أنا شغل فيهم أنا الباجين ها حلو ترسمين إيه لا أنا أرسم بس يعني ما مارس الهواية بس هو يدري فيني أنا أرسم شاركت يمكن بكذا مكان وأخذت يعني جوائز بس على بسيطة يمكن صغيرة بس على كبر ما يعني يمكن الرسم يختلف عندي حين أشوفه تكوين صورة بالإخراج أشوفه كذي يعني في ذوق عام مثلا في الديكور ممتاز في الالوان يعني هذا الشيء موجود يعني موروث من الناحيه الفنيه هي لكن من ناحيه الشخصيه شنو اللي ورثتيها من ابوك شخصيه وايد طبع يعني طبع شنو خذيتي منه اي الهدوء الهدوء يمكن احنا ناس ما ادري احنا موديلنا بالبيت ما نحب الازعاج صح يعني ما اسمع الازعاج في بيتي دائما عندها الاضاءه السقف يعني ما نستخدمها نستخدم الاضاءه الجانبيه فدائما احس في بيتنا طابع الهدوء وتعلمته وصار ببيتي انا الحين حتى لما تزوجت يعني دائما احب الهدوء والحمد لله يعني مستمر الهدوء معنا يلا ممتاز زين هيا باختصار كذي عسى اول شيء عسى الله يوفقكم ان شاء الله بالعمل باختصار كلمينا شوي عن كلام اصفر يعني طبعا هو اخراجك وايضا من بطولتك خلينا نتكلم شوي عن كلام اصفر ونوضح لي ايضا الساده المشاهدين كلام أصفر هو دراما اجتماعية بحتة
فيها بقالب كوميدي، تتكلم بمختصر المفيد عن شلون أن الإنسان نفسه ممكن يتأثر ويغير سلوكياته ويغير مثلاً طريق يعني يختاره اللي يكون فيه مستقبله مثلاً، ويتأثر من كلام الناس. يعني كلام الناس هو صار أصبح شغلنا الشاغل في الأيام الأخيرة، صح. السوشيال ميديا والأشياء اللي تصير في العالم كله، فصرنا نطالعها في ثواني، يعني نفتح التليفون ونشوف ونعرف العالم ايش قاعد يصير فيه، وصرنا نتأثر في شخصيات موجودة تأثر علينا بالسلبي بطريقة سلبية، وناس ممكن تأثر علينا بطريقة إيجابية، فخلاص صارت الناس تسمع الناس أكثر، صح. فالعمل يعني هذا العمل هو مثل خلينا نقول نصيحة بالنهاية، دائما نقول يعني وكلام الناس هي كلام أصفر حق نفسك. أيوة كلام الناس هو كلام أصفر بالضبط. لا يقدم ولا رجع على قولتهم. أيوة. عسى الله يوفقك يا هي عبد السلام، مشكور على الاتصال والمداخلة المميزة، وموفقين إن شاء الله بالعمل. شكرا لك أجمعين يا رب. شكرا، شكرا لكم. عسى الله يوفقك. ودي أعرف منك من خلال مشوارك اللي قدمت فيه أعمال كثيرة من رسومات الكاريكاتير، الأقرب إلى قلبك كانت شنو هي رسمة؟ والله هي الأقرب إلى قلبي أيام الغزو، أنا كنت موجود داخل الكويت، وكنا احنا لجنة إعلامية المقاومة الإعلامية، وأرسلت بوسترات ولوحات عن الغزو، عن الشرعية، عن ضد الاحتلال. شفت لك صوره حلوه بالانستغرام حاطه قديم، صوره عندك ما بعتها للحين، قلت لك سالت عنها في اللوكيشن شيمان، قال لي ما ابيعها، صوره حلوه تعبر، كل ما تشوفين منظر تتذكرين حدث، والله يعني بصوره واحده، وقال لي وصلت من الشمس سعره، قال ما بعت. لا لا ما اللوحات اللي هذه اللي ما عزيزه على قلبك، عشان كذا يحس انه مثل عيالها اللوحات ما يقدر واشارك فيها في المناسبات الوطنيه، يعني المجلس الوطني دائما يطالبون مني مشاركه عندهم يعني. إيه فهذا اقرب شيء، لاني رسمته وانا تحت الاحتلال ومعاناه، كنت ملاحق من الجنود هذا، ونخشش الرسومات عشان يفتشون البيوت وهذا، فهذا المعاناه هذه ابدعت فيها الحمد لله. وشيء ثاني انا اعتز جدا اللي فيها هي البوسترات اللي سويتها بعد التحرير المباشر، وكان لي الفخر انا ان اكون انا اول رسام ان يرسم بوسترات عن اسرى الكويتيين. وسويت بوسترات انتشرت على كاعلانات في الصحف العالميه، وانتشرت ايضا في نادي القادسيه، سوى بوستر عن الأسرة، وكل الملاعب المباريات في العالم كانوا يحطونه، فهذه شغلات واحد. هذا على صعيد البوسترات، لكن لذا تكلمنا عن الاصدارات اللي اصدرتها، اللي هي كان عندك بس كتابين، كان عن الفن، اول كتاب كان عن كاريكاتير، وعندك مسرحيه وطن، وبعد مسرحيه اسمها قبل على جبين الارض، هم عن الاحتلال، والثالث الحين هذا الديوان صمت. هذا وعندي كتاب عندي كتاب رابع عن التاريخ الكاريكاتير في الدول المستعون خليج. طب ليه ما نشر؟ لا هذا قاعد اشتغل فيه على نار هاديه، اي لان كل يوم قاعد اكتشف في فرنان جديد. ما تبي نار هاديه، تبي تطلع المعلومات كلها عندك. لانه هو متحفظ شوي، ما بيطلع اي شيء، كلمه بكلمه لازم تتم. لا حريص جدا على بهالشيء. يعني على شيمان، على فكره يعني احنا مستانسين بوجود طبعا عمي عبد السلام مقبول في هذا اللقاء، ترى هو مقل بلقاءاته في شرف لنا، ما يعني انت يمكن اخر لقاء طالع من زمان، يعني بالعكس هذا سبق لنا في الكويت فتره من فترات، يعني بداياتي بس حطوا الميكروفون قدامي انسى كل شيء والله. زين احضر حق اللقاء شنو خجل يعني ولا اي يعني ما ادري، عندي رهبه من هذا، فعشان في هذا الخجل يتعبر عنها بالرسومات اللي تقدمها. اي طبعا لو اخذت بروحي تكون اكثر جراه فيها. اي يعني انا عندي انا دور كامل مسوي مرسمي، عندي مكتبه كبيره جدا بالكتب، اخذ راحتي فيها. حلو زين عمي، في سؤال قبل شوي طار عن بالي بعد ما خلصنا اتصال هي، بغيت اسالك سؤال. تفضل. هي طبعا فنانه رقم واحد، ما نختلف عليه يعني كفنانه ممثله، لكن ايش رايك بهي عبد السلام المخرجه؟ مخرجه الدراما. انا بالنسبه بصراحه انا اقول لك مو بنتك، انا مو قاعد امدح يعني هي بالاخراج تفوقت على غيرها صراحه. ما شاء الله تبارك الله. هي فيها ميزه انها تدقق في كل التفاصيل.
وهذا اعتقد اعتقد ورث يعني وراثه. فهي الدقيقة يعني حتى بعض مرات انا حتى اي مسلسل سوي وفيلم ولا اي شيء اللوكيشن موجود ايه صح، فما اعطي اي ولا اتكلم حتى بعد ما اشوف المسلسل ينعرض اشوفه كامل. اذا عندي ملاحظات اقول، بعض مرات تقول لي ليش ما قلت لي، خليها تاخذ راحتها. يعني انا دائما بالنسبه لي انا من أي بداياتي كنت اسوي اشياء الحمد لله كلها ناجحه، اغلط واستفيد من غلطاتي يعني راجع نفسي. هذا خليك حتى عيالي دائما اقول لهم اغلطوا. يعني اذا كل واحد يتكل يعني انا مثلا خلاص عندي عبد الله كل هذا يقول لي كل شيء، ما اعتمد على نفسي، اعتمد على الاخرين اخذ ارائهم. خلي الواحد في هي من نوع اللي عندها الدقه وعندها روح التحدي، تتحدى دائما، تتحدى نفسها يعني مو تتحدى الاخرين. والحمد لله توفق. انا قاعد تكسر خاطري والله، تخيلي شيمان يعني تكون وراء المونيتر مخرجه ثانيه تبدل وتصير ممثله، يعني تخيلي تفكر في التصوير ولا تفكر بالشغل روحة ولا الاداء الممثل. الواحد يحضر للشخصيه اللي على حسب ما فهم منك انه متعب، لكن ما شاء الله تبدع يعني. ما شاء الله عليها وما شاء الله تبدع يعني. انا ما قاعد اجاملها، انا اشتغلت معها اول عمل هذا وقاعد يعني انصدمت، قلت لها الله يعينك يعني تفكر وايد وكذا، بس يعني يعني بس هذه ابداعات الناس، هذه ابداعات الناس. دائما انا اقول لها يعني دائما انا حتى لو اصمم مسرحيه مثلا اتخيل ان الستيج هذا عباره عن لوحه وانا قاعد بالصاله وهذا قدامي لوحه، فلازم يعني الفنان كل زاويه كل هذا يدرسها دراسه. يعني اللوحه ترى مثل بيت شعر يعني ماكو فيها وزن، فيها يعني امور هندسيه منظور وهذا كلها شغلات. هذه هي عندها نفس الشيء اللؤلؤه، عندهم الزوايا ما شاء الله عليهم يعرفون شلون ياخذون الكادر، يهتمون بالكادر، وهذا اهم شيء بالنسبه المجال السينمائي. يعطيك العافية عمي، وإحنا طبعا مستانسين بوجودك معنا اليوم. إذا حاب توجه كلمة أخيرة لمتابعيك من خلال الكويت، بعد ذلك إحنا راح ننتقل لفقرات الثانية. أنا شاكر لكم وشاكر تلفزيون الكويت، وتلفزيون الكويت بالنسبة لي يعني من بداياتي هم واقفين معي، وأنا عملت أشياء وايدة حق تلفزيون الكويت وهم ما قصروا معي، وأنتم ما قصرتوا بهذا اللقاء، وأشكر كل المتابعين، وإن شاء الله يكون اللقاء يعني بإذن الله تعالى. أنت أسعدتنا ونورتنا وكان شرف لنا حضورك بليالي الكويت. شكرا لحضورك. شكرا لك. شيماء شنو عندنا الحين؟ الحين عندنا كل خير، الحين عندنا ضيف مميز، الضيف اللي هو نلتقي معاه بعد البريك، لكن بعد البريك. بعد البريك.